سجود السهو. طلال، لقد نسيت وصليت 3 ركعات. حقا؟ إذن علينا أن نكمل صلاتنا. السجدتان اللتان سجدناهما هما سجدتا السهو، أليس كذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد سمعت سؤالك يا عمر، والسجدتان بالفعل هما سجدات السهو. وهما اللتان يسجدهما الشخص عند السهو في الصلاة؟ نعم، فسجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي من أجل السهو في الصلاة عند الزيادة فيها أو النقص منها أو الشك فيها. لذلك وجب علينا عند النسيان في الصلاة أن نسجد سجدتي السهو أو المرغمتين كما أسماهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ترغيما للشيطان أي إذلالا له في وسوسته للعبد. أصبت. إذن يجب سجود السهو عند الزيادة أو النقص أو الشك في الصلاة، ولكن في حالة الزيادة في الصلاة كزيادة ركوع يسجد سجدتين للسهو. نعم، وهذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية وهي النقص في الصلاة بترك ركن مثل نسيان السجود، هنا لابد أن يرجع المصلي إلى موضعه في الصلاة ويأتي بالسجود وبما بعده ثم يسجد للسهو. أما لو كان النقص في الصلاة بترك واجب كنسيان التشهد الأول يسجد المصلي سجدتين للسهو. ولكن إذا شك الشخص هل صلى 3 أم 4 في الظهر مثلا، يأخذ بالأقل لأنه المتيقن ويسجد للسهو. أصبت. ويتم السجود للسهو قبل السلام أو بعده، أليس كذلك؟ بلى، ولكن من الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في موضعين. أنا أعلمهما، فالموضع الأول إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها. بارك الله فيك، وماذا عن الموضع الثاني؟ الموضع الثاني إذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى وغلب على ظنه النقص أو غلب على ظنه التمام، فيبني على غالب ظنه ويكون سجوده للسهو بعد السلام. جزاك الله خيرا يا بني. وفي جميع المواضع يتم التكبير عند السجود ثم السجود وقول سبحان ربي الأعلى. أصبت يا عمر، ثم يتم التكبير عند الرفع من السجود وقول الذكر بين السجدتين والتكبير عند السجدة الثانية. والذكر المشروع في السجود سبحان ربي الأعلى ثم التسليم بعد السجدة الثانية من غير تشهد. بارك الله فيكما يا أبنائي وغفر الله لكما. اللهم آمين. جزاك الله خيرا يا جدي، لقد تعلمنا منك الكثير، والآن سوف نذهب إلى المنزل حتى نستكمل المذاكرة. أحسنتما، ولكن قبل ذلك عليك تلخيص ما تعلمته اليوم يا عمر. خلاصة ما تعلمناه اليوم: سجود السهو هما سجدتان يسجدهما المصلي من أجل السهو بالزيادة في الصلاة أو النقص منها أو الشك فيها. أسباب سجود السهو: الزيادة في الصلاة، النقص منها، الشك فيها. محل سجود السهو: قبل السلام أو بعده. صفة سجود السهو: التكبير عند السجود، السجود وقول سبحان ربي الأعلى، التكبير عند الرفع من السجود، الذكر بين السجدتين، التكبير عند السجدة الثانية، السجود وقول سبحان ربي الأعلى، التسليم بعد السجدة الثانية من غير تشهد.